بينما انطلاقات ايضا ذا دارك نايت وهنري دي هول خطوه على خطوه على خط النهايه اتش فوتو فينيش. حلو ان شفنا هاي التطور قدرنا نقيس. لا ما يقول خطا الحين فاز صح الحين. عندي انا حصان بعد وياه اللي هو الجلابي نفس الوزن. يعني تقدم في المسافه القصيره وفي المسافه البعيده تقدم. تقريبا فقط الامل. هدوء ما قبل العاصفه، جمله مكرره لكنها حقيقه. كنت ابي اقول لكم تحملوا معاي شوي اشواط هالاسبوع الاعتياديه لما نوصل لكاس ولي العهد، بس في الحقيقه سباقات السرعة نادراً ما يكون فيها شيء معتاد. يمكن ركود شوي إيه، لكن انتظروا وتابعوا معاي سلسلة هذه الأحداث. راح فرز زينة، بس أنا أتوقع الأقرب للفوز يعني صحيح. راهية هي المرشحة الأولى مع الفارس أندرو إليوت، بينما صهيل المرشحة الثانية مع الفارس بريد دويل، أما الثالثة فنو ديز أز جود أز أونيك مع جيرالد موسي وتسع مشاركات أخرى. أنا عندي صهيل أفضل من راهية. جيمس أيضاً أكد لي ذلك، على الرغم من أن الثنتين شاركوا في الشوط اللي فازت فيه صابرينا، إلا أن الجمهور يشوف أن أداء صهيل راح يكون أفضل كخبرة جوكي. ممكن، بس إذا كانت صهيل أفضل الحين بيبين. الجهاز جاهزة لانطلاقة الشوط الأول. The Roof and Racing انطلق أول أشواط الأمسية على كأس اللكزس من مسافة 1000 متر مستقيم سبرنتر للجيادة اللوكال للمبتدئات بمشاركة 11 من الجيادة اللوكال إنتاج محلي بانطلاقة شرود، هي التي تتصدر السباق من البداية مع المتمرن عدنان جعفر. المركز الثاني يتواجد وشاح مع الفارس عبد الله فيصل، صعوب في المركز الثالث، بينما رابعا تاتينا نو ديز از جود از وينك مع جيرالد موسي، والمركز الخامس هنالك راهية المرشحة في هذا الشوط. إذا حتى الآن شرود هي التي تتصدر السباق، بينما انطلاق صهيل الآن مع الفارس بريد دويل. إذا صهيل هي التي تتصدر السباق ومحاولات أيضا من قبل راهية. إذا صهيل وراهية ونو ديز از جود از وينك. إذا صهيل وراهية فعلا أيها المتابعون الكرام، صهيل هي من تقود سريط الأمسية. فعلا هنا دخول ثنائي على خط النهاية. إذا صهيل هي الأقرب إلى الفوز في هذا الشوط بانتظار الصورة من قبل لجنة التحكيم وصورة النهاية. عموماً اللي صار في الشوط، وإذا كنتوا توافقوني الرأي أو لا، ما في شيء مميز غير المتوقع، على الرغم من أني سمعت أن في آراء كانت متأملة من أداء ملزومة، بس يا ترابع ويمكن تقدم أحسن في سباق قادم. أتوقع طبعاً الحصان لايك ذا لوك. هو مو متوقع بقدر ما هو منطق واقع، فلايك ذا لوك المرشح الأول مع الفارس روبرت تارت، والمرشح الثاني تمادي مع الفارس عبد الله فيصل، أما الثالثة فكورسيكانا مع الفارس علي سمير، وأربع مشاركات أخرى. وبين كل هالمشاركات هل نقدر نقول إن الشوط أقرب للايك ذا لوك ولا لا؟ يكون قريب، لأن آخر مرة ركض مسافة 1000 متر كان مع خيول أقوى من هذولين، ما شاء الله ركض زين. ركض زين، بس هل تمادي راح يكون في المقدمة ويلحق وراه لايك ذا لوك، وانه بعدين يدخل عليه لايك ذا لوك بكل أريحية على حسب ما شفناه من قبل؟ ممكن، بس بعد لا ننسى انه في الشوط غير لايك ذا لوك في فرس جديد الفوزي اللي هي المواريات، وما نعرف شلون بتركض في السباق. Race number two.
Gates open, they are off and racing. انطلق الشوط الثاني من مسافة 1200 متر للجياد المستوردة ميدن للمبتديات التي لم تفوز من قبل بمشاركة 7 من الجياد بانطلاقة تمادي هو الذي يطير من البداية مع الفارس عبد الله فيصل. المريات تأتينا في المركز الثاني بينما المرشح الأول لايك ذي لوك في المركز الثالث شي سيد يس في المركز الرابع ميالي تأتينا في المركز الخامس كروسيكانا في المركز السادس بينما مونزو ساترون في المركز السابع. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية 600 متر ما تبقى من السباق ولا زال تمادي هو الذي يتصدر السباق. المركز الثاني الموريات مع الفارس لدينا حسين مكي ومن وسط الجياد انطلق المرشح الأول لايك ذي لوك الذي لا زال ممسوك حتى الآن. إذن انطلاقة لايك ذي لوك أيها المتابعون الكرام. تمادي في المركز الثاني والمركز الثالث الموريات شي سيد في المركز الرابع لكن المرشح الأول بينما انطلاق التمادي مرة أخرى فعلا أيها المتابعون الكرام. هنا تمادي مع الفارس عبد الله فيصل ما ينتزع ثاني أشواط نمسي على كأس اللكسس لايك ذي لوك في المركز الثاني فعلا دخول ثنائي ما بين شي سيكيز والمريات على المركز الثالث والرابع. حلو ان شفنا هاي التطور قدرنا نقيسه. مشاركة هو اول فيرست تايم جاي من البحرين بعد 3 اسابيع ركض ركض. ما اعرف شلون صغير في السن بس الحمد لله الريس الثاني اعطانا شوي دافع احسن الثالث احسن ان شاء الله. تحس لايك ذا لوك صار معه شيء اثر عليه في الشوط؟ ذا الحصان ما ادري ايش فيه يعني حصان بطل ما شاء الله عليه بس من يمشي على الخيل يرد يوقف. ما يوقف يعني احنا حاسبين لها الحسبة حاطينها في البال حتى الوقف لو وقف كان وقف ما عنده مشكلة وقف قبل آخر فورلنج الحين قبل آخر فورلنج وقف من وقف هو أخذ فرصة ثانية بس حصان از 2 years old green ما عنده خبرة وين الفينش لاين ما عنده خبرة تو صار له الحين ثاني ركضة في البحرين فإن شاء الله الجايات بس قبل أن نتجاوز اللي صار خل نرجع للسباق وتحديداً للحظة اللي تقدم فيها تمادي على لايك ذا لوك وبين وقف وما وقف وهو يعني أكيد فعلياً ما وقف بس في نفس الوقت ما قدر يتقدم أكثر في السباق. اكتساح حق يوسف طاهر في ذي الشوط لأن الثلاثة المرشحين لفيكتوريوس كحيلان عافص 1708 والحمداني 1680 والجلابي 1661 وأربع مشاركات أخرى. والله حصان زين خيولة زينة في ذي الشوط مو بس حصان واحد زين ولأن الأفضل هو كحيلان عافص 1708 اللي فاز في آخر مشاركة تذكرون خذ السياج الخارجي. اليوم بتكون نفس الخطة ولا؟ لا ذاك الشوط غير وذي الشوط غير ذاك استرت وهذه باند يعني صح ما ظنيت بي أخذ السياج الخارجي يعني الحصان لأنه كانوا مطرغوا فيود على السياج الخارجي ومشي وهم راحوا على اتجاه اليمين وراح يسار فاليوم لا ما ظنيت بي يصير نفس الشيء لأنه باند لازم. وعقب هالكلام هل لازلنا نقدر نقول اكتساح؟ اكتساح ما يقولون اللي يغلب إيزي خلي بروح يركض اغلب في خيل في ياب شوف اذا واحد يقول انا حصان اغلب ايزي روح يركض في خيل في الشوط واحد ما يدري ايش يصير. طيب بس يعني الكلاس الخيل اللي عندي حمداني وكحلان عافص يختلف عن الخيل الباقي يعني البيان روزي بس ما شفنا بالمستوى المطلوب انه حصان يتطور فما اتوقع انه راح يسبب خطوره. يعني اذا بني نقول مثلا نقدر نقول عبيان إذا تطور لأن في آخر سباق لا ما كان بالأداء اللي توقعناه. هاتو سايم والله عبيان لا فرصة زينة بس إذا تطور last time the race didn't suit him. في آخر سباق رتم السباق لم يناسبه فهو كان في المجموعة الداخلية التي كانت بطيئة على عكس المجموعة الخارجية التي كان رتمها أسرع فهو بحاجة إلى أن يختلط أكثر مع الجياد. بس عندي أنا حصان بعد وياه اللي هو الجلابي نفس الوزن
يعني مو بخلي بروحي، فبكون عندي خطايكم ان شاء الله بتوفر فيها. شوف طبعا رقم واحد يغلب احسن، بس مو سهولة. اوكي قلت لك عيل بنتابع الشوط وعقب بنشوف من اللي كان في المنافسة وبنحل. باختبار انطلاقة الشوط الثالث ليروف اند ريسينج، انطلق الشوط الثالث للجياد العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الوهو من مسافة 1200 متر على كاس طيس الهجري بمشاركة 6 من الجياد العربية الأصيلة بانطلاقة الجلابي 1656 مع الفارس علي سمير، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل عبيان 1702 مع الفارس الروزي جيسي. المركز الثالث يتواجد الجلابي 1661 بالكاب الأبيض مع الفارس حسين مكي، وبجانبه يأتينا المرشح الأول حيلان عافص 1708 مع الفارس عبد الله فيصل الفائز في آخر مشاركته في مسافة 1000 متر مستقيم. المركز الخامس عفوا يتواجد الحمداني 1680 مع الفارس روبرت تارد، بينما تأخر لطويسان 1659 مع بريد دويل. إن الحمداني هو الذي يتصدر سباق، هنا انطلاقة المرشح الأول حيلان عافص 1708 بشعار فيكتوريوس هو الذي يتصدر سباق. المركز الثاني هنالك الجلابي 1661 مع الفارس حسين مكي، والمركز الثالث الحمداني 1680 مع الفارس روبرت تارد. إذن المرشح الأول كحيلان عافص مع الفارس عبد الله فيصل الذي يبحث الثنائية في هذه الأمسية. إذن كحيلان عافص 1708 من انتزع الشوط الثالث، المركز الثاني جابي الجلابي 1661. صراحة كنت متوقع ويستاهل يوسف طاهر الفوز. ويوسف طاهر واكتساح. صح اللي قلته ولا لا؟ صح قلت كلامي صح، بس يمكن هالشي صار بعد بسبب سيناريو السباق. عبيان ما عدف الشوط، عبيان والجلابي مسكوا المقدمة من بداية السباق، خصوصا يعني تحديدا عبيان. صح ألين قال انه يبيكم مندمج اكثر في السباق، بس يمكن انه يكون من البداية في المقدمة مو حل مناسب لتحسين الأداء. وزن عالي لكن بلوز جيتار فرس قوية، جنس حظوظه ضعيفة، بس أكيد ما رح نقدر نحكم في شوط توازن من 0 ل 45. وإذا ينا بنذكر مميزين ممكن بلوز جيتار وبلو إنجل المع اسمين. كلاهما لديهم فرصة جيدة، وهذه طبعا من باب التوقعات اللي قد تصدق وقد تخيب. They're ready to run. Stand by for race number four. They are off and racing. انطلق الشوط الرابع من مسافة 1200 متر بمشاركة 7 من الجيادة اللوكال هانديكاب تصنيف من 0 إلى 45 بانطلاقة واردات هي التي تتصدر السباق من البداية مع الفارس أندرو إليت. المركز الثاني تتواجد بلو أنجل، المركز الثالث عسير، بينما مقصود يأتينا رابعا. بلوز جيتار في المركز الخامس، غافية تأتينا سادسا، وناردين في المركز السابع. هنا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع واردات أندرو إليت على صدارة هذا الشو. المركز الثاني بمحادات السياج تتواجد بلو أنجل بشعار فيكتوريا، وبجانبها أيضا تتواجد عسير مع الفارس بريد دويل. بلوز جيتار في المركز الثالث، مقصود يأتينا رابعا، ناردين في المركز الخامس، وغافية في المركز السابع. هنا 400 متر ما تبقى من السباق، ولا زالت واردات هي التي تتصدر السباق، محاولات أيضا من قبل بلو أنجل وبلوز جيتار. إذن حتى الآن واردات لا زالت هي التي تتصدر السباق من بدء الانطلاقة، محاولات أيضا من قبل بلو أنجل مع الفارس ديريك ديفيد وبلوز جيتار أيضا مع جيرارد موسي، لكن واردات هي من تقترب لانتزاع الشوط الرابع من هذه الأمسية. إذن واردات هي بطلة الشوط الرابع. إذن المركز الثاني بلو أنجل، بلوز جيتار. واردات صح آخر سباق لها ركضت وايز، بس أنا ما توقعت إنها بتقدر تتطور وتتجاوز أدائها الثنتين بلوز جيتار وبلو إنجل.
يمكن أنها لم تتطور، بل أن الباقين لم يظهروا بمستواهم الحقيقي. قد تكون المسافة قصيرة نوعا ما على بلوز جيتار، لكن ليس لديها أي سباق يمكن أن تشارك فيه، فالأفضل أن نشارك بها بدلا من أن تبقى في الإسطبل. وبلو أنجل أدى السباق ممتاز. أعتقد أنها ستفوز، ولكن أعتقد أنها انطلقت مبكرا. وهذه السباقات لابد وأن نشهد صعود ونزول في الأداء، وإذا بلو أنجل وبلوز جيتار ما كانوا بذاك الأداء، فما أدري إذا ينفع نحاسب البقية في السباق. صعب أرشح لك واحد في ظل التكافؤ الموجود في هذا الشو. بس على الرغم من أن الترشيح صعب، أتمنى أن بوجود هالمشاركين نشوف صج فوز صعب، بما أن نظريا نقدر نفترض أن مستوى الكل متقارب. يعني شوي مركزين ويا لاندلو، ف يعني من عقب الاسبوع اللي طاف تذكر طبعا. شنو السبب الرئيسي اللي خلاك ترجع تشارك ذي الاسبوع بعد؟ المسافه اقل، نفس ما قلت ليش انا ذاك الاسبوع يمكن المسافه كان شوي ذاك الاسبوع بعد عليه، حبيت اجرب في المسافه شوي اقل منها. وبينما لندن لوك بيجرب، ما قدرت امنع نفسي من ان اسال عن فجيرة برج وما ان كان تعدى مرحله التجريب ولا لا. يبين بس مستوى هالموسم تغير الحمد لله، فاحس في هالشوط ممكن بيفرق ان شاء الله. يركض زين اليوم، بس مسافة شوي ما يخدمه، بيحصان مايل 7 فرلونج، فطبعاً نركضه، بس هو يبي مايل يعني. أنت شنو متوقع؟ متوقع من فجيرة برج اليوم يعدي؟ إن شاء الله، بس يعني يكون سباق يعني نشوف يعني. بس أنت ملاحظ التطور والفرق؟ مستوى ثابت. آخر سباقين مستوى ثابت. ما شاء الله رابط، بس إن شاء الله. مسافة لو مايل شو نقول لك؟ بس المسألة مو غير، والمسافة 1400 ومن هني بيبدأ. The Grand Sambal Race Number 5 Gates Open The Arrow Fund Racing. انطلق الشوط الخامس على كأس اللكسس من مسافة 1400 متر بمشاركة 15 من الجياد المستوردة ثيربريد بانطلاقة لندن لوك، هو الذي يتصدر السباق من البداية، يلحق به ثانيا نورثن ثندر بقيادة الفارس ديريك ديفيد، هنا تخطف الصدارة من قبل بورا ستيبس مع الفارس أندرو إليت، لندن لوك في المركز الثاني، فلاي بو يأتينا ثالثا، كهرب في المركز الرابع، ميلر سور في المركز الخامس، نورثن ثندر في المركز السادس، شمالية تأتينا سابعا، بينما المركز الثامن هنالك ذا ناسكا لاين، تريك اوف ذا لايت في المركز التاسع، والمركز العاشر هنالك ميغناس، والمركز العاشر هنالك ايضا لدينا نبراس باونتي. هنا الدخول في المنعطف الاخير الان باتجاه خط النهاية، 500 متر ما تبقى من السباق، ولا زالت بورا ستيبس هي التي تتصدر السباق مع الفارس اندرو إليت. من جانب السياج انطلق نورثن ثندر مع الفارس ديريك ديفيد، فعلا ايها المتابعون الكرام نورثن ثندر هو الذي يتصدر السباق مع الفارس ديريك ديفيد، محاولات ايضا من قبل لندن لوك وبورا ستيب، لكن نورثن ثندر هو الذي يتصدر السباق، ومحاولات من قبل لندن لوك وايضا فجيرة من جانب السياج، فعلا دخول ثنائي على خط النهاية، فجيرة بريجمان يقطف صدارة الشوط الخامس. واخيرا اثبت فجيرة بريج ان احد الابطال ان شاء الله اللي رايحين نشوفهم في مضمار نادي راشد. From zero to hero. Zero to hero. أندر هذا هو السر في إيش أرغبت. Zero to hero. هذه hero. وهاي zero. أنا number 10. One. إحنا
يعني بالشعور المالك تعرف، لان لما لين وصلنا حق دي النتيجه مع فجيرة برج عرف كان يعني مشوار مو قصير تقريبا، فقط الامل بس ان تفاجئنا والله. هو بعد قال لي ترى قبل السباق قال لي مو بمستوى الخيل، بس شاف اخر واحد قال شو يسوي ذي اخره وايد، وصل للنص للحين بينهم وما في فتشه، بس اخر شيء الحمد لله حصل فتشه وطلع. بس اللي سواه روبرت في الشوط هو يعني كان الصح ولا كان مفروض يعني الحين فاز خلاص الصح الحين؟ لا ما يقول خطا الحين فاز صح الحين. كان المضمار ممتلئا بالجياد وعلى مسافة 1400 متر، فالجميع كان يريد أن ينطلق في المقدمة، فجلست بشكل مريح في الخلف، وفي آخر 400 متر انحسرنا قليلا، ولكن كانت لنا فرصة من جهة السياج، والحصان أفضل هو من فاز. There is winning different way. في لو مخلي قدامي الأولين رابع خامس كان ما يصير هالازدحام زحمة. It's a good horse. He's improving إن شاء الله. شنو النقطة السر اللي يعني اليوم صدتوها فرقت ويا فجيرة برج؟ هاي أسرار ما نقول ليش. هاي أسرار ومدربين ما نقول ليش. أشياء نقدر نقول ليش. بس مو كل شيء. إذن عطني الشيء المميز اللي إحنا تشوفونه في فجيرة. ما شاء الله عليه. He's doing well at training. I have good team at home. And there's some issue with him but we sorted out. Finally تأقلم. ومو بس هالنقطة اللي تحسب له. صحيح نورثن ثندر كان على وشك الفوز، لكن فجيرة هو اللي تميز بين هالعدد، ومو أي عدد، لأن اللي كانوا مشاركين في هالشوط 15. أنا أرشح الفرس أنكليشن. أنكليشن هي الأقرب للفوز. هي المرشحة الأولى. وصح في المرشحة الثانية بروتين سلسة مع الفارس ديريك ديفيد، وأمبرسيف دي مع الفارس بريد دويل، وثلاث مشاركات أخرى كلهم شفنا لهم سباقات، ولذلك يصح أن نقول إنكلينيشن بالراحة، خصوصاً أنها من الخيل النادرة خلنا نقول اللي أوكي في المسافة القصيرة وأوكي في المسافة البعيدة، ولا أنا غلطانة؟ صح صح، يعني تقدم في المسافة القصيرة وفي المسافة البعيدة تقدم، بس انه يعني الالف وثماد الليمت مالها يعني ازيد من كذي شوي إيه اقصى ليمت. واختصارا راح نخلي الشوط يحدد ما ان كان مفروض نتكلم عن بقيه الخيل. الشوط السادس ليروف اند ريسينج انطلق الشوط السادس على كاس اللكزس من مسافه 1800 متر بمشاركه 6 من الافرس لا غير، بانطلاقه امبرسيف داي هي التي تتصدر السباق مع الفارس بريدول بشعار الوردي والابيض، بينما تخطف الصداره الان من قبل براوتني سلسا مع الفارس ديريك ديفيد. المركز الثاني تتواجد صحاره مع الفارس روبرت هارت. انكلينيشن في المركز الثالث، بين امبرس ديفدي في المركز الرابع، ميديشن بلي في المركز الخامس، وسيبريا في المركز السادس. اذا هنا صدارة مع انكلينيشن هي التي تتصدر السباق، بطلة هذا الشوط في العام الماضي. اذا حتى الان انكلينيشن لا تزال هي المتمسكة بصدارة هذا الشوط. المركز الثاني امبرسيف دي، المرشحة الثالثة في هذا الشوط سيبريا تشارس في المركز الثالث، بينما رابعا تتواجد المرشحة الثانية براوتني سالسا، والمركز الخامس ميديشن بالي، بينما صحارة تتراجع إلى المركز السادس. إذا انكلينيشن لا زالت هي التي تقود الشوط من بدء الانطلاقة. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، 600 متر ما تبقى من السباق، ولا زالت انكلينيشن هي التي تتصدر السباق. المركز الثاني هنالك محاولات ايضا من قبل امبرسيف داي، وايضا لدينا براوتني سالسا، ومن الجانب الاخر صحاره بقياده الفارس روبرت هار. اذا انكلينيشن لا زالت هي التي تتصدر السباق بفارق طولين ونصف الطول عند براوتني سالسا. محاولات ايضا من قبل صحاره وامبرسيف داي من وسط الجيال، لكن الانكلينيشن بكل سهوله واريحيه تخطف صداره الشوط السادس. المركز الثاني صحاره، المركز الثالث والرابع دخول ثلاثي ما بين امبرسيف داي براوتني سالسا وميديشن بالي المركز السادس. وإن
انكلينيشن وما في تعليق ينضاف لانه شيء طبيعي ان الفرس تكون في المركز الاول. البقيه امبرسيف دي، بروتن سالسا، ماديشن بالي وسهارة على الاقل كانوا مؤدين، بس ما احب الصراحه اشوف مثل هالاداء اللي قدمته سربيا تشاربس، وتحتاج من اسامه هاشم مراجعه وتحليل. المفروض يعني كمستوى اللي هو ذا دارك نايت، وهالشيء صار مفروض بعد انسحاب دوتشامبي من السباق. سمو الشيخ عبد الله لا يريد المشاركه به، فقد قال الحصان صغير وقد شارك الاسبوع الماضي. وانا اتفق مع الشيخ عبد الله، يمكن فصح دوتشامبي ركض الاسبوع اللي طاف وفاز، بس بعد لازم يرتاح وتصير الأفضلية للمرشح ذا دارك نايت مع الفارس جيرالد موسي، ويمكن لهنري ذا هورس مع الفارس ديريك ديفيد، أو بقية المشاركات. بس إذا تبون رأيي، I like the dark night. بالطبع، فهو يتطور من سباق إلى سباق. They are ready to run. They are off and racing. انطلق شوط السابع على كاس لكزس من مسافة 1800 متر بمشاركة 6 من الجيادة اللوكال انتاج محلي لعمر 4 سنوات فقط، بانطلاقة كاليتسكو بايت هي التي تتصدر السباق مع المتمرن عبد الرحيم جاسم، يلحق به ثانيا موجي مع الفارس روزي جيسب. المركز الثالث يتواجد جياش مع الفارس اندرو إليت. هنري دي هورس بالمركز الرابع، بينما المركز الخامس منجز مع بريد دوي بيؤخر الجياد ونالكا ذا دارك نايت. إذن هذه هي المراكز وهذه هي الصدارة حتى الآن. كالوتسكوب آيس هي التي تقود الشوط من بدء الانطلاقة. إيموجي في المركز الثاني، جياش يأتينا ثالثا، ذا دارك نايت في المركز الرابع، بينما المركز الخامس ونالكا منجز، والمركز السابع ونالكا أيضا المرشح الأول ذا دارك نايت. إذن هذه هي الصدارة وهذه هي المراكز. كالوتسكوب آيس لا زالت هي التي تتمسك في صدارة هذا الشوط. موجي في المركز الثاني بالكاب الأصفر، والمركز الثالث يتواجد جياش مع الفارس أندرو بالكاب الأسود. The Dark Knight في المركز الرابع، بينما خامسا هنالك منجز، بينما تأخر للمرشح الأول. The Dark Knight في المركز السادس. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، 600 متر ما تبقى من السباق، وكاليتسكوب آيس لا زالت هي التي تتصدر السباق. محاولات أيضا من قبل The Dark Knight، انطلق من وسط الجهة، ومحاولات ايضا من قبل ذا هنري هورس. اذا هذا هنري هورس فعلا ايها المتابعون الكرام، ومحاولات ايضا من قبل ذا دارك نايت. ذا دارك نايت وهنري دي هورس خطوه بخطوه، ومحاولات ايضا من قبل ايموجي، لكن الصداره مع هنا ذا دارك نايت مع جيرالد موسي، بينما انطلاقات ايضا ذا دارك نايت وهنري دي هورس خطوه على خطوه على خط النهايه. اتس ا فوتو فينيش فعلا. راح قبل الشوط كان كل التوقعات بين هالحصانين. بس عقب هالنتائج السؤال كان لو كان الفارس جيرالد موسى على هنري ذا هورس، هل راح يفوز؟ ايه راح يفوز بالطبع، لان في الفينش هو الاقوى من دريك ديفيد طبعا. في السباقات في صنفين من البشر، الاول هم صناع الحدث، والثاني اللي يتابعون فقط ودائماً يقولون ليش ويمكن أحسن ولو والمفروض، وما يحتاج أقول لكم نوعي المفضل. فلو بنوصل العمق معنى كلمة النجاح، بنشوف ببساطة إنها تعني الإصرار، وهالشي بنشوفه بطريقة أوضح في كأس ولي العهد. بس قبل النهايات السؤال، هل فعلاً سيكون هذا الحدث مختلف ولا تكرار لما سبق؟ وبدون إجابات، النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل. اللي تشوفه بس مزاجه يصير زين. حاطين علي؟ ليش حاطين عليك؟ في برنامج صار ما شفت يقولون للناس.
اليوم جزرة ما يخلص التمر مالكم جزرة اليوم يا يهودا تسوين كذي بيدش حاكين سولف احنا قاعدين عشان السولف في شعاري عادي يقول لك